دامك جبت طاري اتفاق راح اروح الاتفاق على النقيض تماما من هذول كلهم. الاتفاق وسياسة البديل وسياسة الفكر الصرف بحسب مقنن. بالضبط انه تعرف وين تصرف وكيف تستخدم كيف تستثمر بالضبط كيف تستخدم حتى ادارتك في توظيف اللاعبين التوظيف الامثل. تقرير ثاني لعليان العزي يتحدث عن فارس الدهناء وسياسة البديل. قبل عدة مواسم كاد الاتفاق أن ينهار، بل وصل به الحال إلى المنافسة على الهبوط. في الموسمين الأخيرين بدأ فارس الدهناء بالعودة إلى وضعه الطبيعي ومقارعة الكبار، بل وأصبح البعبع الذي تخشاه جميع الفرق. في الموسم الماضي الاتفاق يصل للمركز الثالث في الدوري ويتأهل آسيويا. خبر من الحقيقة بعيد عن الخيال إطلاقا. فواقع الكوماندوز أصبح جاهزا أكثر من أي وقت مضى لمعانقة الذهب. في الموسم الحالي الجولة السابعة تنقضي وفارس الدهناء في الصدارة بتعادل وحيد ودون خسارة. ما الذي تغير؟ الفريق يفقد النجوم الواحد تلو الآخر، والدعم المالي يكاد يكون معدوما، ولا بد من التضحية بأكثر من لاعب. في المقابل كان العمل للمستقبل في البيت الاتفاقي يسير على أسس سليمة، استقطاب للاعبين وبأسعار مناسبة ودون تكلف. فالأسماء الكبيرة لم تعد تؤدي بالشكل المطلوب، وتجديد الفريق بدماء شابة بات أمرا ملحا في ظل العزوف الشرفي عن دعم الفريق. أسماء جديدة فرضت نفسها على خارطة الفريق الأساسية وكسبت شعبية كبيرة في صفوف الجماهير. سياسة ناجحة تقدمها إدارة الكوماندوز رغم كل الظروف. مواهب تتفوق ونجوم تتلألأ وتعود لمستوياتها، واستقرار يعم الأجواء الاتفاقية. والنتيجة؟ صدارة ومنافسة على اللقب منذ وقت مبكر. المؤشرات الفنية تقول أن فارس الدهناء لن يخرج خالي الوفاض هذا الموسم، فبريق الذهب بدأ يحوم حول الحمى الاتفاقية، وما هي إلا فترة بسيطة ويعود إتي الشرقية لمعانقة البطولات. مسموح لكم تكلمون على الاتفاق والوقت مفتوح ويستحق ولا الوقت مفتوح، يعني عاده في التقرير اشر لكم كذا من ورا الكاميرا الوقت بسرعه بروح. الاتفاق ما حقول شيء، تكلموا زي ما تبون، لانه فعلا هذا النادي غصب عليك يجبرك على يعجبك. اعتقد انه يعني نجاح اداري، نجاح فني، عمل سنوات بشكل منظم بشكل مقنن، استثمار اللاعبين حتى في إعارتهم للأندية ثم عودتهم للنادي. شاهدنا أكثر من مثال على هذا الجانب في الاتفاق. إيجاد صف ثاني للفريق، لم نشاهد الإدارة تشكي من غياب لاعب أو ابتعاد لاعب، حتى اللاعب الكوري رغم أنهم سجلوا وصار في إشكالية في عملية بطاقة دولية لم يكن هناك أعذار، كان هناك عمل على تحقيق مبتغى الجماهير الاتفاقية، مبتغى ما سبق له من طموحات. قدموا خلال الجولات السبع الماضية عطاءات جدا رائعة، يعملون بلحمة تخطف الباب المتابعين، حتى الأندية الأخرى بدأوا يغارون من هذا النجاح، يعني يتمنون هذا النجاح. أعتقد أن الاتفاق إذا استمر على هذه المنهجية، إذا لم يتعبه النفس الطويل في مسابقة الدوري، سيكون له حضور مختلف في نهاية الموسم. قول ما شاء الله. ما شاء الله. أولا أنا أقول إذا كانت الفرق ستكون زي الاتفاق بدون أعضاء شرف وتسير بهذا الشكل، فمن الأول أن يعني نستأذن عن أعضاء الشرف ونبعدهم عن الأندية، لأن الاتفاق هو النادي الوحيد الذي يعتمد حقيقة على دعم هذا الرئيس، هذا الرجل الأستاذ عبد العزيز الدوسري بخبرته الطويلة، ومساعده خليل الزياني أيضا بالخبرة اللي يتمتع بها، هو رئيس هيئة أعضاء الشرف، لكن على مستوى الدعم حضور لكن ما يظهر في الإعلام، لكن فعلا يقدم لإدارة الاتفاقية دعم مالي ودعم حتى لوجستي غير عادي. في أحيان كثيرة كان يتكلم رئيس النادي ويطالب، وكان يعني يعاني كثير الأمرين بالنسبة للدعم. أنا أقول عبد العزيز الدوسري وخليل الزياني وترتيب الأوراق الاتفاقية والإبقاء على تيغالي ورتق خط الدفاع بلاعب أجنبي
بل انه كان في لاعب اجنبي ايضا اللي هو الكوري ولكن لم يحضر ويبقى على لازاروني، بالاضافه الى انهم استقطبوا مدرب ايضا يتمتع بشجاعه جيده من خلال زج اسماء كثيره على مستوى الاولمبي مثل الحكم في المحور وبعض اللاعبين، بالاضافه الى البيئه الاتفاقيه حقيقه اللي استطاعت صقل كل اللاعبين اللي خرجوا من النادي وعادوا اليه بطريقه مناسبه. هذه الاسباب بالاضافه الى انه الفريق يسير حقيقه دون ضجيج اعلامي، وهذا جانب مهم وحيوي، دون ضغوطات الفريق يحقق النتائج. ثانيا تلاحظ على الاتفاق هو الرتم المتصاعد، يعني حتى المعام الماضي كان الفريق حقق المركز الثالث، هذا الموسم نجده الان يتواجد في المركز الاول، هذا يعني نتاج طبيعي ان الفريق يسير حقيقه وفق خطه معينه وفق طريقه معينه. انا اعتقد ان الاتفاق يثبت حقيقه كما علق الكثير ان الفكر موجود وانه بقليل من المال وكثير من الفكر نستطيع تحقيق اهداف بعيدا عن العكس، فالفكر الذي يوظف الاموال بالطريقه الصحيحه ويعني يستطيع يعني ان يسير بالفريق بهذا الشكل انا اعتقد انه يستحق التقدير والاحترام. كل الاماني بان يستمر الاتفاق، لانه في الفعل في استمرار الاتفاق حقيقه تواجد منافس جديد، يعني جديد قديم حقيقه، والاتفاق كان من منافسين وعودته ايضا بهذه القوه وتحقيق نتائج ايجابيه امر حقيقه يعني يستحق والله الثناء، خاصه في المنطقه الشرقيه التي غابت ووصلت بعض الاحيان فيها لانه ما يشارك في الدوري الا فريق واحد، بينما احنا نجد الان يشارك فريقين أربع فرق بالنسبه للاحساء وفريقين من عقبال النهضه لما يرجع ان شاء الله تعالى. فاصل قصير بعده ونعود لمواصله الحديث في البرنامج ان شاء الله.